قضية موضوعها النصب والاحتيال عن طريق الزواج ضحيتها شاب جزائري تحول من خاطب إلى ضحية على بالك الدار هذه من اللي دخلت لها وبدأوا ينهبوا فيها كي. أمها جيب لي هذيك ويها أعطيني دراهم طفلة هذه بومرداسي عيطوا في التليفون أدي لها مصرف من مدو دراهم عندك دليل باللي كنت تصرف عليهم عندي دليل نهضر أهلها مبلغ تاع 120 مليون عم. الهضره تاع الشارع يقول لك حملت دورة اجهاض وطيحت بطريقه غير قانونيه بطريقه غير قانونيه ما جيت كونتر الدوله هذه كيما نقولوا حنا كنت قادر 14 سنه قالوا لي اطلع للجبل نورمال ارهاب ما حبش نطلع علاش تطلب اتمام مراسيم الزواج وانت تعرف باللي كاينه مشكله كبيره عند الطفل هذه وين هو وليت بس تبسى عنده النيف حقروني مظلوم الدول الدوله حقروني الناس كلها من الجوانب سيدة مرض زوجها وأصيب بالسرطان تنقل إلى فرنسا للعلاج وقضى مدة ستة أشهر في هذه ستة أشهر اختفى عن الأنظار وما كان عندها حتى خبر عليه لتكتشف فجأة أنه توفى أو الأمر من كل هذا أنه حرموها من الميراث وبالأخص من طرف زوجته الأولى وأبنائها راح لفرنسا الله يرحمه داوي وانت ما كنتش مع رحت معه ما رحتش انا معاه وكي جا جا البلاد دفنوه كما ما قالوا ليش شارعتهم دا دا غلبتهم ديت الحكم درنا الفريضه ايما أيوة انسان كلا الميراث قبل ما قبل ما يتقسم فهذا من اكل اموال الناس بالباطل وهذا الناس لم ياكلوا في هذا الدراهم ام ياكلوا في حق اليتامى <applause> ماده 663 واضحه جدا في هذا العمر فيها عقوبه كبيره فيها عقوبه كبيره. ما يكونش ماليا ما يكونش كيما قرب انا حمد يقول لي كور دو سواق ما يكونش الدرهم وكذا ما يكونش ما يكونش كيما بزاف مثلا شوف لما لازم تعرفوا بلي هذه المراه عندها حق في الميراث، ولادها عندهم حق في الميراث، اعطوا لها حقها. وراكم تاكلوا في الحرام. عدد جديد من برنامج ما وراء الجدران، تتابعونه سهرة اليوم على التاسعة والنصف.